التجاذب بين حركة حماس وحركة فتح، هل هو مصلحة للشعب الفلسطيني؟ هل هو في مصلحة للصراع مع إسرائيل وتحرير الأرض؟ هذا السؤال رئيسي. يعني أنا أعرف أنه حركة حماس تمثل ضمير الشعب، ضمير القضية الفلسطينية بشعاراتها ومبادئها وبرنامجها السياسي وأبرزها المقاومة. لكن أنت عندك مشروع تحرري، يعني أنا بفهم أنه بالمشروع التحرري يفترض فيك أنك تجمع أكبر عدد ممكن من الحلفاء من الأصدقاء، أنك تحيد الخصوم، الخصوم تعملهم محايدين، المحايدين تعملهم حلفاء أو يعني أصدقاء، والأصدقاء تعملهم حلفاء. فيعني من مصلحة حركة التحرر أن تكثر من الحلفاء والأصدقاء ولا تكثر من الخصوم. الإشكالية أنه الخصوم يبدو هون حركة فتح لديها مشروع مختلف وجذري عن 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 حركة حماس، وأشهر رموز هذا الخلاف والتنسيق الأمني. لكن طيب كيف تستقيم يعني حركة فتح والسلطة موجودة في الضفة الغربية كأمر واقع، وأنت في غزة عندك مشروع حركة تحرر، فكيف يمكن لك أن تتجاهل قوى أمر واقع وهم إخوة لك؟ أنا الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية هو شعب أخ للشعب الفلسطيني في غزة. طيب إذا كيف يمكن أن توفق بين أن يعني تستقطب هذا الشعب الفلسطيني إلى وتخلي كل إلى, إلى, إلى مشروعك، وأنت عارف تماماً أنه قيادة السلطة لديها المشروع؟ بس المشكلة يا أستاذ جعفر مش مع الشعب الفلسطيني اللي في الضفة. الشعب الفلسطيني لو أعطي حريته في الاختيار سيختار بحرية، ما فيش عنده يعني بالرغم من أنه فيه مصالح تربط الناس إلى آخره، لكن بشكل عام تجارب الانتخابات سواء الطلابية أو المهنية أو السياسية عندما أتيحت الفرصة الناس كانوا بالأغلب يعني يختارون بحرية. كلامك في أنه أنت بحاجة إلى أن تكثر من الحلفاء والأصدقاء كلام صحيح 100%، لكن لا يكون ذلك على حساب الفكرة الأساسية. الفكرة الأساسية ينبغي ألا يتوها المرء عنها أبدا. إحنا ما هي الفكرة الأساسية؟ الفكرة الأساسية في تصوري هي أن هذا المشروع الصهيوني هو مشروع استعماري دخيل، وأن الكيان الصهيوني لا يجوز الاعتراف بشرعية وجوده في أي مكان في المنطقة العربية وليس فقط في فلسطين. هذه الفكرة. إذن أنا أتحالف مع من يرى هذه الفكرة، أنا أصادق من يرى هذه الفكرة. أما الذي يعمل على التطبيع، الذي يعمل على التنسيق الأمني، الذي يتعاون مع الصهاينة، الذي سهر مع كوشنر على رمال الرياض لكي يصيغ معه صفقة القرن اللي فيها تآمر على الأمة ككل، يعني لابد يكون عندي وضوح في الفكرة. سؤال معلش، عندي بس سؤال. تفضل. إنه أنت في هذا المشروع هو مسيرة طويلة، لا تتوقع أن يقف معك كل الحلفاء يسيروا معك إلى نهاية الشوط، البعض يسير معك ربع الشوط، البعض نصف الشوط، يعني لا تستطيع أن تفرض على الحلفاء أن يسيروا معك صحيح الشوط. صحيح. يعني لكن لا أسمح لهم بأن يغيروا فكرتي. صحيح، تحافظ على الثوابت. لكن مثلا أولويات الآن، مثلا شو ما هي الأولوية الآن في الضفة الغربية؟ هناك الضم، مسألة الضم، يعني إذا جرى تحالف أو تنسيق إلى آخره لوقف الضم، أليس سياسي تكتيكي؟ أنا بدي أرجع بس لأصل الفكرة، يمكن كفان فراس تكلم فيها في إنه ما ينفعش المقارنة بين الضفة وبين غزة. عندي فكرتين. الفكرة الأولى إنه يعني أنت كمشروع مقاومة في قطاع غزة ولو محاصر الآن ولم تحقق أهدافك، مش العبرة هون. العبرة أنك أنت لا تتنازل عن مبادئك، بمعنى أنك أنت اليوم حاولت لكنك لم تستطيع، لكنك لم تتنازل عن مبادئك في قطاع غزة، وما اعترفتش بإسرائيل، وما قدمتش تنازلات مجانية، وما غيرتش عقيدتك السياسية حتى لو أنت لم تنجح. هذا مختلف تماما عن المشروع الآخر اللي هو لا اعترف وتنازل وفي الآخر وصل لطريق مسدود. أنت هو ما اعترفتش وما تنازلتش وما غيرتش عقيدتك، وصلت لطريق مسدود ماشي، بس لم تغير مبادئك. الفكرة الثانية أنه بالعكس أنا بشوف رغم أنه الآن تقييمات مختلفة لتجربة قطاع غزة، وهل كان حماس لازم تدخل في السلطة أو ما كانش لازم تدخل، ولا بعتقد الآن هي برضو أزمة دخولها للسلطة، لكن تجربة حماس في قطاع غزة من 2006
لا بداية الثورات العربية. أنا بعتقد أنها كانت رافعة وكانت مثال وكانت مؤثر في الضمير الشعبي العربي، وكانت أحد عوامل اشتعال الربيع العربي، لأنه الشعوب العربية رأت أنه أول مرة رئيس وزراء والله من بين الناس، ورئيس الوزراء بيصلي في المسجد بروح على مكتبه، وتجربة ديمقراطية حقيقية، وكمان زاد تعاطفهم لما صار في حصار. إذا كان هذا نموذج، نموذج قطاع غزة، على الرغم من أنه وصل لحالة من الحصار بسبب الأوضاع الإقليمية، إلا أنه كان نموذج يعني نموذج مهم، ونموذج كان رافعة وكان مثال وأثر في المنطقة العربية كلها. ممكن. الآن بدنا نيجي إذا لا معلش هو مرة أخرى بدنا نروح على موضوع السلطة مرة أخرى. ما هو مرة أخرى حينما نتحدث عن أن خيار إقامة سلطة تحت الاحتلال أو المشاركة فيها هو خيار غير صحيح، لا يعني أن نقارن كل من دخلوا في هذا الخيار ببعض. الآن في الضفة الغربية في تنسيق أمني، في قطاع غزة لا يوجد تنسيق أمني في الضفة الغربية. ما انت بترد علي وكأنه أنا بحكي انه منه انه انا انه الازمه في قطاع انه دخولهم في السلطه نعم كان قرار خطا وكان سلبي ومكان لكن في جانب اخر هو شوف هو كان في زمنه لم يكن لديهم خيار اخر. انا بحكي عن دخول على فكره، لكن انه صار ورطه صار ورطه على فكره. بحكيش عن الدخول في ذلك الوقت كان في له سياقاته. انا بحكي اليوم النتيجه اللي وصلنا لها، هل يمكن اقامه سلطه مقاومه تحت الاحتلال؟ أنا أقول بأن هذا الكلام هذا الكلام غير ممكن. هذا هو النقطة. الآن فروقات بين قطاع غزة، لا قطاع غزة مش بس المقاومة. قطاع غزة أول هدم مثلا لحدود بين دولتين عربيتين حصل في قطاع غزة في 2008 في شهر 1 2008 حينما تم عبور معبر رفح. أكثر مدينة قاومت الاحتلال في المنطقة العربية وصمدت صمود لا تستطيع جيوش أن تصمده هي قطاع غزة. هو الوعي بالمقاومة في قطاع غزة مش موجود ولا في أي منطقة عربية. هذا كلام نحكي فيه، ممكن نحكي فيه من هون لنهاية اليوم. لكن إحنا اللي بنحكي فيه إنه في النتيجة أنا أعتقد بأنه لا يمكن بناء سلطة تحت الاحتلال تكون مطلقة اليدين بالمقاومة. أنا سأذهب بس لعرض طبعاً، وأنا بقول إنه المقاوم مش لازم في دائما يعتقد إنه راح ينجح، لا يعني مهم إنه لا يتنازل عن مبادئه. فكرة بكررها مرة أخرى. شوف أنتوا مش متناقضين، بس أنتوا تتكلموا عن حاجتين مختلفتين. أرجع بس لو عشان إحنا بنعرض فكرة أو مبادرة أبو الوليد في موضوع السلطة. طبعا أنا جريت مع الحوار وسألته سؤال مباشر إنه إيش هو الحل، أنتوا إيش الحل لدى حركة حماس أو لديك أنت كقيادي فلسطيني لموضوع السلطة؟ وألم تخطئوا في الدخول إلى السلطة في عام 2006 وفي الانتخابات وأنتوا حشرتوا حالكم في الزاوية؟ سألته بهذه الطريقة الرجل عشان بس نعرض وجهة نظره وبعدين يعني نناقشه. هو قال أول شيء إنه إحنا لم نختر الدخول في السلطة، لو إحنا الخيار إلنا إحنا سنقاتل ونواجه الاحتلال الإسرائيلي ونريد أن نقود مقاومة ولا نريد أن ننشئ سلطة، لكن إحنا جينا على واقع في سلطة موجودة، شو نعمل فيها؟ هل إحنا نهدها ولا احنا نحاول انه نغير من وظيفتها وان ندخل فيها ونحاول نشتغل عبر البرنامج مقاوم؟ فقال احنا ما اخترناش وجود السلطه، لكن احنا تعاملنا مع وجودها، دخلنا في الانتخابات ودخلنا في السلطه. الان السؤال الثاني اللي طرحته عليه، هل الان المطلوب مش مطلوب الان حل السلطه الفلسطينيه هذه وايقاف الاحتلال المجاني اللي الان اسرائيل يعني بتقوم فيه ودون الدفع أي ثمن؟ فقال إنه حل السلطة الفلسطينية، أو هاي وجهة نظره، حل السلطة أنا في التراتبية. هو قال أول شيء مش تغيير وظيفة السلطة، قال أول شيء إحنا مطلوب الآن حل السلطة الفلسطينية، لكن حل السلطة الفلسطينية لازم يكون بتوافق وطني، إنه يجتمع كل الفرقاء الفلسطينيين ويتفقوا على برنامج لحل السلطة في غزة وفي الضفة. هو يعتقد غير ذلك حيكون في زي اجتماع الفرقاء في لبنان، قال غير ذلك حاجة غير واردة، قال غير ذلك حيكون سلطاتهم ومصالحهم يعني، قال غير ذلك ممكن يكون يؤدي إلى حالة فوضى. اثنين، قال في حال إن إحنا لم ننجح في التوافق على حل السلطة خلينا نتوافق على برنامج وطني لتغيير وظيفة السلطة ونعمل حالة اشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي، وهذا بيتطلب قرار من القيادة الفلسطينية الحالية تاخذه بإنها خلص قررت قفل باب التفاوض وعملية السلام وكذا وإيقاف التنسيق الأمني والولوج في حالة اشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي بأشكاله المختلفة. حتى هذه اللحظة يبدو أنه ما فيش قرار يعني في القيادة الفلسطينية. لا بالنسبة لهم يعتبر انتحار، هم تطلب منهم ينتحروا.
بالضبط. فهو الآن تغيير الوظيفة حسب رؤيته هو يقول يعني خالد مشعل أنه ممكن، وهو يرى بأنه بيحتاج توافق وطني، وإلا إذا أنت صحيت الصبح فلقيت فيش سلطة في غزة وفي الضفة إيش يعني فأنت دخلت الوظيفة؟ في حالة إيش يعني تغيير الوظيفة؟ يعني ما هو إحنا يعني الناس لما 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 يكون في طرح الأصل أن يكون طرحا متماسكا، الطرح تغيير الوظيفة، تغيير وظيفة السلطة لا يقل غموضا أو فوضى عن طرح حل السلطة، لأنه لما أنت عندما يقال حل السلطة يقال إنه هذا خيار غير واقعي أو إنه غير ممكن. أنت ما سألتوش؟ طيب لا جوابه كان، طبعا سألته جوابه كان يقول المثال النموذج هو في قطاع غزة، إحنا دخلنا في سلطة وحولناها للمقاومة. قطاع غزة في ضرائب ندفعها، في حصار وفي الأمريكان بدهم مش حيحولوا الرواتب، وفي تحريض إسرائيلي وفي حصار عربي بدنا نجهز حالنا. ميزانية قطاع غزة تساوي حوالي أظن 12% من ميزانية السلطة ككل. كويس، أظن 12% من الرقم، مش متأكد منه تماما. 12% كل أصدقاء قطاع غزة لا يستطيعون أن يؤمنوها، وكل شهر في مشكلة في قطاع غزة، فكيف لما نضيف عليها 88% من السلطة؟ لأنه إذا أنت غيرت وظيفة السلطة سيتم قطع الرواتب، سيتم التحكم بالحدود بدخول البضائع، مش راح زي ما هم عاملين في غزة، يعني مش هيموت الناس من الجوع، بس بيدخلوا القدر الممكن. بس هم مستمرين من 2006 لليوم، ماشي مستمرين، ما هم مستمرين يعني كيف مستمرين؟ بحكي لك 12% بدخلها ومعظمهم يتم دخولها عن طريق. بس هو إذا كانت إذا كانت وظيفة السلطة في غزة تغيرت وأصبحت مقاومة، لو 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 قبلنا بذلك هذا الفضل فيه يكون لانتهاء الاحتلال. الضفة الغربية لا يمكن أن يتكرر ذلك بوجود الاحتلال، الضفة الغربية محتلة. الفرق بين غزة والضفة الغربية أن الضفة الغربية بكل مناطقها لا A ولا B ولا G كلياته هي الاحتلال موجود فيها. الرجل قطاع غزة فيها في لها معبر رفح، صحيح أنه في عليه حصار ولكنه ليس تحت السيطرة الإسرائيلية، بينما الضفة الغربية كل معابرها هي تحت الاحتلال. بس ولذلك هو الرجل شو بيطرح، بيقول إنه الآن مطلوب إنه إحنا ننقل حالة المقاومة والاشتباك في الضفة الغربية، الساحة الآن المطلوب فيها مواجهة إسرائيلية الضفة الغربية حتى إسرائيل تدفع الثمن وإسرائيل تنسحب وإسرائيل تتراجع. هذا مرتهن بقرار موجود في السلطة، بانتهاء السلطة. طالما السلطة موجودة، أهم وظيفة هي معلم وجود السلطة هو التنسيق الأمني. في تجربة مرت في 2000 في عام 2000 يعني بعد ما رجع ياسر عرفات من كامب ديفيد، عمليا هو اعتضوا أخضر أو يعني مرر عملية الاشتباك مع الإسرائيلي، وبالتالي هو لذلك خلص من الإسرائيليين. طيب ما هذا يعني حصل نفس الشيء. مش بس هي بدك تاخذ فكرة محمود عباس يخدم على ما أخدم عليه ياسر عرفات. مش بس مستحيل تدفع الثمن، فيش مقاومة فيش لا عفوا، مش بس إنه تم اغتيال ياسر عرفات، تم شق حركة فتح عمليا، تم شق حركة فتح على الأقل لقسمين، وفي اقسام ثانيه هامشيه، بس على الاقل قسمين رئيسيين، بمعنى بانه هو انت بتدفع الثمن تضل قاعد مكانك وتتلقى. وبعديها صنعوا الفلسطيني الجديد، ما يسمى بالفلسطيني الجديد، الذي لا الذي لا ينتمي لا لفلسطين ولا للامه. المواطن الفلسطيني صحيح هو مضطر لدفع الثمن لانه هو تحت الاحتلال، هو قدره انه تحت الاحتلال، ونحن لا نقول ان عليه ان يدفع الثمن لانه احنا ابعاد وما بندفعش ثمن. هو الله قدر له ان يكون موجودا في منطقة أو في بلد تم احتلاله، وبالتالي هكذا هي طبيعة العلاقة بين الاحتلال وبين الشعوب المحتلة، إنه يكون في ثمن وفي صراع. أنا اللي بحكيه إنه لا يمكن للسلطة الفلسطينية أن تغير وظيفتها. شو مطلوب أن تطرحه أنت مقابل هذا الطرح؟ إذا أراد الشعب الفلسطيني وقواه أن تشتبك مع الاحتلال، فلا بد من التخلي عن السلطة الوطنية. حل السلطة الفلسطينية. هل أنت تقول لي ماذا سيحدث اليوم الثاني؟ هذا بحاجة لدراسة. يعني هذا اللي بيقوله. هو رجل بيقوله يجب أن ندرس. بالضبط. ندرس الأمر حتى نحل السلطة. هذا بحاجة لدراسة. وللأسف المشكلة إنه الآن في عندك حركة حماس وحركة فتح وعندك حركات يسارية وفي حركة الجهاد الإسلامي، كلياتهم في عندهم think tanks وفي عندهم مراكز دراسات. هل تم دراسة
على الأقل أنا لم أرى شيئا منشورا. هل تم دراسة ما هو اليوم التالي لحل السلطة؟ بدال ما يردوا علينا كل ما نحكي إحنا عمي إحنا مش سياسيين، أنا ما عندناش، إحنا مش think tank، إحنا بدنا نروح. أنا مش أنا متفق معك بأنه هم كفصائل فلسطينية أو كمراكز دراسات، هل درسوا ما هو ما هي خيارات الاشتباك؟ معك بأنه المطلوب اليوم حل السلطة الفلسطينية، لكن قبل حلها أنه يتم دراسة شاملة وكاملة لما هو اليوم التالي. هو فرضية. إذا افترضنا ممكن عمليا، هو السلطة يعني أنت فكر مش لح تقاتل أنت تبقى بتحافظ على مصالحها الضيقة؟ في أصحاب محطة. شوف فرضية حل السلطة فرضية غير واقعية. لماذا؟ لأن الذين يقومون على السلطة اليوم لديهم مكاسب VIP، أهم شيء كارد VIP وجودهم VIP، لا ووجودهم هو من وجود السلطة ومن التنسيق الأمني مع السلطة. يوم ما يتوقف ذلك انتهى وجودهم. يعني إسرائيل شو بدها في صائب عراقات ولا محمود عباس ولا أي واحد تاني؟ شو بدها فيه إذا كان توقف عن التنسيق الأمني؟ بتحطهم في شاحنة وبترميهم برا أو بتعمل فيهم اللي عملته في ياسر عرفات. إذن تكلم عن شيء واقعي، وهؤلاء بما نعرفه من طبيعتهم لن يخدموا على حل السلطة. هو أصلا محمود عباس اختلف مع ياسر عرفات لما ياسر عرفات بدأ الانتفاضة الثانية، هذا كان واحد من أسباب الخلاف الرئيسية. طيب. وجابوا الإسرائيليين بعد ما قضوا على ياسر عرفات. صحيح، بس هو حتى من 2007 ل 20 ل 2020 الآن 2020 لا استطاعت حماس اللي هو يعني القضاء على فتح والاستحواذ على الضفة الغربية، ولا استطاعت السلطة إلغاء حماس. إذا في صراع عدمي، يعني إذا استمر هذا الصراع صراع عدمي يجب أن يكون في حالة من التوافق الوطني، بس بده يكون في قيادات حقيقية وطنية ولاءها للقضية الفلسطينية مش أصحاب مصالح. هل هذول الآن مش موجودين؟ لكن ممكن أنهم ينوجدوا، ممكن أنه تجد قيادات في الطرفين تصل لقناعة بأنه يعني كفى تنسيقا أمنيا. القناعة الأولى تحدث عندما تقتنع الفصائل الفلسطينية أنه الاشتباك مع الاحتلال يجب أن يتم من خارج السلطة. أنا بعتقد فراس أن المشكلة الأساسية اليوم هي في الرئيس الفلسطيني محمود عباس، القيادة الفلسطينية. يعني إذا في رئيس فلسطيني عنده قناعة وعنده مبادرة وعنده قرار بأنه يواجه زي ما كان ياسر عرفات في 2000، أظن هو لا يملك. لا أظن أن الوضع تغير الآن. الأجهزة التي تعمل مع الصهاينة مرجعيتها ليست محمود عباس. محمود عباس صورة ديكور، بس هو الرجل هو في قناعاته هو صح، غير مقتنع لا في المقاومة ولا صح، لأنه مقتنع هو ما زال موجود هذا الديكور. لكن الحقيقة أنه في ضباط أمن دربوا على أعين الصهاينة والأنظمة العربية الموالية لهم وعلى أعين الأمريكان والبريطانيين، دربوا على أن المستقبل هو للتفاهم بينهم وبين الإسرائيليين وللتعاون في هذا المجال. يا رجل بدخل الجنود الاحتلال بتقلوا الناس وبتكون مفرزة الأمن الفلسطيني موجودة، ولا يعني لا يوجد ولا واحد بس فيهم برضو لديه حمية على الأقل. صحيح طبعا هذا فلسطيني الجديد، بس في برضو جانب آخر موضوعي بأنه ليش حتى الآن ما صارش في انتفاضة ثالثة في لا في الضفة ولا في الداخل الفلسطيني؟ لأنه في سلطة، لأنه في سلطة، ولأنه الشعب الناس أنهكت، الناس تعبت، يعني الناس أنهكت. لا 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 لا, لا. هي أنهكت، بس ليش أنهكت؟ لأنه يجتمع عليهم الصهيوني والفلسطيني المتصهين، بيجتمعوا معهم مع بعض. ليش قبل 87 ما كانش الشعب الفلسطيني منهك؟ لا طبعا كان الشعب الفلسطيني كان منهك، كان وضعه أحسن من السلطة قبل يعني 87 كان الشعب الفلسطيني لا كان الشعب الفلسطيني منهك. وبنفس الوقت كانت يعني ما كانش فيه ثقافة التعامل مقاومة الاحتلال، لم تكن كما هي الآن أفضل الوضع لأنه صار في حروب وصار في انتفاضة أولى. بس برضو كان الوضع العربي خير، يعني هو الآن ما كان بإمكان الإسرائيليين أن يسودوا ويهيمنوا لولا وجود السلطة. هذا الناس لازم تدركه. الإسرائيليون ارتاحوا وأصبحت حياتهم نعيم عندما السلطة توكلت نيابة عنهم لحراسة أمنهم. طب إذن الحل الآن هو حل هذه السلطة والعودة لما قبل اتفاق أوسلو ومواجهة مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي. طبعا. لأن شو اللي خلى الإسرائيليين يوقعوا اتفاقية أوسلو؟ لولا انتفاضة 87 وأرادوا إيقاف الانتفاضة. إذن الآن هو المطلوب هو انتفاضة شعبية شاملة تسقط كل هذه المخرجات. ممكن يحصل هذا، مش انه مش وارد، هذا مش بقرار، يعني لا هو بقرار بيحصل لما الظروف مجتمعه. لكن أيضا هو اليوم الواقع العربي هو انت بحاصرك العربي وبحاصرك الامريكي وبحاصرك الاسرائيلي. حتى هو ابو الوليد قال انه اليوم احنا في عندنا مشكلات، منها الاختراق الاسرائيلي، انه الاسرائيليين اليوم عملوا تحالفات وفي تطبيع مع اسرائيل،
ومنها انه فيش قياده فلسطينيه اثنين، وهذا اللي انا بقوله، فيش قياده فلسطينيه، فيش رئيس فلسطيني يعني اخذ قرار، بده ياخذ قرار وطني في هذه اللحظه. ورقم ثلاثة انه في مشاريع، ما في رئيس فلسطيني، في رئيس سلطه بتخدم اسرائيل، هذا هو، ما في رئيس فلسطيني. محمود عباس رئيسي ولا رئيسك؟ لا طبعا طبعا احنا بنقول بدنا رئيس فلسطيني يمثل كل هذا الشعب الفلسطيني. قبل الرئيس الفلسطيني يعني التحرك، اذا انت بتفكر انتفاضه، الوعي لدى الشعب الفلسطيني وعي مرتفع، لكن اريد يعني اسال سؤال، هل هنالك امكانيه لانتفاضه لتوجه؟ هذا ما حد بيعرفه، سؤال مستعجل يعني. انا بعرف مثلا كثير من الناس الفلسطينيين موظفين لدى السلطه، مصالحهم مرتبطه بالسلطه بشكل او باخر، فهؤلاء مش من مصلحتهم اي تغيير للواقع للوضع الراهن. اذا الوضع الاقتصادي اختلف، الوضع اذا ساءت اوضاعهم، اذا ساء هم الان يعني عندي اصدقاء واتحدث معهم دائما، يعني دائما اسال هذا السؤال، اهل الشعب الفلسطيني بالضفه الغربيه هو مؤهل اكثر من غيره للانتفاضه بين الشعوب العربيه ضد الاستاذ جعفر؟ لماذا لا ينتفض الشعب الفلسطيني؟ اللي بينتفضوا، اللي بينتفضوا مش هدول، مش اللي جزء من الشعب الفلسطيني، اللي بينتفضوا ابنائهم، الجيل الجديد بيطلع جيل جديد مش قادر يتحمل هذا الوضع المأساوي، الوضع الكارثي، زي ما صار عندكم بلبنان، مين اللي انطلع على الشوارع؟ صح، أضف جيل جديد. أضف لذلك الفكرة، الفكرة إنه هو الانتفاضة، اسم الانتفاضة، وكأنها أصبحت هي الشكل الوحيد للمقاومة الشعبية. الحقيقة الطرح الذي الواقعي برأيي الذي يجب أن تتبناه الفصائل الفلسطينية الراغبة بمقاومة إسرائيل هو مفهوم الاشتباك، الاشتباك بقدر ما تستطيع. مقاومة شعبية يعني مقاومة شعبية، ومقاومة شعبية غير منهكة قد ما تستطيع أنت. الشعب الفلسطيني يتحمل يعني من المشاكل والصعوبات والأثمان ما تحمل، بس هو حتى أدنى أنواع الاشتباك في الضفة محظور ومحارب. بالضبط، ما هو عشان هيك بحكي إنه أنت حتى تعمل اشتباك، هو شو السلطة عملت؟ السلطة منعت الاشتباك من الاحتلال. ما في الاحتلال لا يدفع ثمن، حتى الصحف الأجنبية، صحيفة الجارديان وغيرها، يقولوا يسموه هذا الاحتلال الذي ثمنه صفر. الاشتباك يكلف الاحتلال أثمانا، مهما كان هذه الأثمان بسيطة، مش هتحرر فلسطين اليوم، الواقع اليوم ما نحرر فلسطين، لكن أنت بدك اشتباك وليس انتفاضة زي اللي كانت في 87، اشتباك كل يوم مظاهرة تراكمي، شوية عصيان مدني، مقاطعة، البي بي اس الأخرين. أنا أظن فراس الآن الحل الجوهري هو أنه يصير في انتفاضة، انتفاضة ثالثة تقلب الطاولة على الجميع، على الفصائل وعلى الاحتلال الإسرائيلي وعلى كله. هلا السؤال متى؟ لا أحد يعرف، لكنها قد تحدث. لكن لو حدثت بتخلي عملية الإجابة على كيف تواجه إسرائيل عملية سهلة، لا انت لا بدك سلطه ولا حل السلطه ولا غيره، وبرضه السنوات اللي مضت هذه اثبتت لنا العلاقه المباشره ما بين المحيط العربي وفلسطين. شفنا احنا في ايام الثورات العربيه كيف انه قضيه فلسطين جاءت الى الصداره. صحيح. التغيرات في داخل فلسطين مرتبطه بالتغيرات من حولها. صحيح. لما انتكست الثورات العربيه، لما صار الانقلاب في مصر انتكست فلسطين. ولذلك الحل هو باشتباك قليل بما يستطيع الفلسطينيون في هذا الظرف الى ان يتغير الظرف من حولهم. هو لا يوجد احتلال، لا يوجد شعب تحت الاحتلال اوقف اشتباكه مع الاحتلال، بمعنى لازم مع الاحتلال لازم يعني